وصفة لعلاج البشرة وحل سحري لأمراض الشيخوخة، هكذا يسوق حليب الأتان أو أنثى الحمار. الشاب عماد عطيات نجح في تحويل حليب الأتان وتقديمه كمنتج آخر، هذه المرة على شكل صابون. يتهافت الزبائن على شرائها كونها خالية من المواد الكيميائية، خلطة ليست بالسهلة وجاءت بعد معاناة مع العديد من العقبات. صراحة المعوقات أول إشي إنه توصل لل خلينا نحكي الخلطة الصحيحة 100%، فتكلفنا كثير عبين ما وصلنا لهاي الخلطة اللي كانت كلياتها مواد طبيعية. طبعا ما في مواد طبيعية بصابون من حليب الأتان غير بالأردن، خلينا نحكي طبعا المشروع هو الوحيد بالعالم العربي اللي عنده مزرعة وعنده مصنع بنفس الوقت. لم يبقى إلا الحمار لتحلبوه، هكذا سخر الناس من قصة رائدة نجح أصحابها في تحويل معاناة البطالة إلى مشروع مدر للدخل. الفكرة بلشت إنه أنا بدي أدور، لا يعني في البداية إنه عم بشوف في تعطل بالعمل وعم بحاول نوجد لابني بعد ما ترك شغله عمل ما في. عم بستخدم خلال هاي الفترة كنت بستخدم صابون حليب الأتان من خارج الأردن، ففكرت أنا تلقائياً بإني أعمل صابون، وقبل هيك أنا عملت صابون طبيعي. هلأ حالياً في علينا التنمر، يعني شكراً لهم ما بنقدر نحكي هيك، لكن بلاش إحباط لشاب أو صبية أو عائلة أو أي حدا عم بيعمل إشي ممكن يكون يفيد. بعد وجبة إفطار من الأعلاف والخضروات تحلب الأتان ويسحب منها لتر واحد فقط في اليوم على دفعات، وينتج كل لتر حليب أتان 30 قطعة صابون، ويمزج معه زيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند وزبدة الشيا. احنا هلأ ننتج الصابون بشكل تام. الصابونة الحمد لله هي كل المركبات اللي فيها طبيعية 100% بكل مصداقية عالية. الغذاء والدواء أخذنا شهادات اللي هي الـ GMP و ML. طبعاً هاي الشهادات ممكن إنك بكون المصنع مرخص وأموره تمام لإنتاج خلينا نحكي مواد التجميل. أول ما حكيت الفكرة للناس بلشت سألوني بدك تتأكدي هل هو حرام ولا حلال، هون أنا عملت توقف. فتوجهنا لدائرة الإفتاء العام وأخذنا فتوى إنه للاستعمال الصابون والكريمات وكل هاي الشغلات أكيد حلال، بموضوع اسمه الاستحالة، يعني الحليب بدخل بحالة وبطلع بحالة تانية فبيكون حلال. تشير بعض الأبحاث إلى إمكانية مساهمة حليب الأتان في تجديد خلايا البشرة وتخفيف معالم الشيخوخة والمساعدة على الشفاء من بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما وتوحيد لون البشرة. ويساهم صابون حليب الأتان في تحقيق توازن في درجة الرطوبة في الجلد وإزالة آثار البقع وحب الشباب والتجاعيد بسبب احتوائه على البروتينات والعناصر المعدنية.